سكينة هانئة لك، شنو تقولي على التتويج؟ شكرا بزاف، والحمد لله قدرنا نحققوا ميدالية المغرب ونهزوا الراية ديال المغرب ونسمعوا النشيد الوطني. هذا الشيء صراحة ما كانش سهل، وكان بعمل كبير وعمل طويل اللي حققنا النتيجة، والحمد لله كنشكر هذه النتيجة المغرب كامل ويمكن شي صوفيا بخصوص، وخصوصا سدريس هلالي اللي كانت تشجيعه ديالو من نهار جينا، والحمد لله حققنا نتيجه زوينه الحمد لله. عندنا 12-0 كيسالي الماتش، كانت 12-0 كيسالي الماتش. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.